تحية إلى كل الأحرار في العالم، تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. ليس هناك معركة ولا صدام حضارات، لا، العالم الآن يتجه إلى هذا الاتجاه، وهذا اتجاه خاطئ. يجب أن يصحو العالم، يجب أن يصحو العالم إلى هذا الخطر الآن قبل أن يخرج لكم. تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان، بعد أن أخذتم الإنسان وجعلتوه من إفريقيا عبيدا لكم في أمريكا، والآن أصبح واحد منهم رئيس الولايات المتحدة. ماذا سيفعل أوباما؟ وأنا أعرف من جاء بأوباما إلى البيت الأبيض بعد أن قام المحافظون الجدد بتلطيخ صورة أمريكا على مدار 8 سنوات من حكم بوش المجرم. الآن يريدون تصحيح هذا الوجه القبيح بأوباما. لن تضحكوا علينا لا بأوباما ولا بألف أوباما. ونحن نرجو من هذا العالم المتحضر أن ينتبه لحظة وينظر إلى صور الإنسان، الإنسان الحقيقي الذي يحمل الدين الحقيقي. إن الله اسمه السلام في كل الديانات، اسمه السلام في وآم وسلام. هذا لك وهذا لي، لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. والله يا سمير لظل الساعة ما بتهيش. الله يعطيك العافية. روحوا انفدوا بلاش يصير حاجة. لأنه استنانات في الطريق. سمير بكر كمان مرة. انهي انهي سكر انهي. سكر 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 سكر, سكر. لا لا زنانات طلعت. يا رب لك من ايش؟ جبتوا المدور؟ لا خلاص الله يسعدك، خلينا على ابني.